بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع تلاميذ الخامسة ابتدائي الجيل الثاني مع الرياضيات، درس الضرب في عدد بثلاث أرقام. شفنا الدرس السابق الضرب في عدد برقمين، اليوم إن شاء الله عز وجل الضرب في عدد بثلاث أرقام. راح نحلوا ولا صحوا التمارين الموجودة في الكتاب المدرسي. أكتشف هذا وصل أو وصل طلب وضعه مدير المدرسة لتجهيز قاعة المطعم. عندك الطاولات، الكراسي، الصحون. الطاولات 31، الكراسي 186، الصحون 100 صحن. ثمن الطاولة الواحدة 3800، ثمن الكرسي الواحد 955، ثمن الصحن الواحد 45. أحسب المبلغ الإجمالي مع المبلغ الإجمالي كامل. أحسب بسرعة ثمن الصحون لأنه سهل 45 في 1000. أحسب ثمن الطاولات أفقيا، أحسب ثمن الكراسي بوضع العملية، اشرح في كل مرة الإجراء المستعمل، ثم أنقل وأكمل مل وصل الطالب. طيب عدنا 45 في 1000 تساوي 45000، 955 في 186 تعطينا 177630، 3800 في 31 تعطينا 117800، المجموع تاع المبلغ الإجمالي 340430. ثمن الصحون نضربوه في 45 نصيبه، ثمن الطاولات نضربوه في 31، ضربنا في 10 ثم ضربنا النتيجة في 3 ثم أضفنا 3800. ثمن الكراسي كذا، استعملت آلية الضرب العمودي فقط، أضفت صفرين عند ضرب الرقم الثالث اللي هو تاع الصحون، ضفنا 3 أصفار فقط، ما درناش العملية لأنه سهلة. إذن النتيجة أو المبلغ الإجمالي 340430. طيب نشوفوا في الكتاب، شوفوا في الكتاب الآخر إذا داروا، إذا داروا شرح أو تفصيل أو تعليق على تعليق على التمرين. لا نفس الشيء، نفس الشيء. روحوا الأنجز، أنجز أنجز العملي عمليات الضرب عموديا. 1111 في 111، 4198 في 154، 2013 في 204، 1009 في 360. واللي بعدها رقم 2، أوجد الخطأ ثم صحح فيما يلي. طيب نبدأ بالعملية الأولى. طيب عندنا 1111 في 111، نوزع، قلنا التوزيع الواحد نضربه فيهم كامل، ندير صفر، ندير نضرب الواحد الثاني فيهم كامل، وندير الآن صفرين، لما ننتقل من الثاني ثالث ندير صفرين وهكذا. راح نصيبوا 123,121، 2013 في 204، نضرب الأربعة فيهم كامل، لما ندير صفر، الصفر فيهم كامل نصيب أصفار، وبعد ندير صفرين، انتبه، لما نروح للعدد الثالث ندير صفرين، هذا هو الشيء المهم، نضرب الاثنين فيهم كامل، راح نصيب 410,652. اللي بعدها 4198 في 154، نضرب الأربعة هي الأولى، ما أضع صفر، ما نضرب الخمسة، ما أضع صفرين، وهكذا راح نصيب 646,492. العملية الرابعة 1009 في 360، الصفر نضربهم فيهم كامل، ومن بعد ندير صفر تحت الآحاد، نضرب الستة فيهم كامل، ومن بعد ندير صفرين، ومن بعد نضرب الثلاثة، ومن بعد نجمع، كما قلنا عملية الضرب تحول إلى جمع، 363,240. طيب التصحيح، العملية الأولى، طيب العملية الأولى ما داروش الأصفار، الخطأ الأول في العملية الأولى ما داروش صفر تحت الآحاد وما داروش صفرين كما راكم تشوفوا رمب الأحمر هنا. إذا النتيجة الصحيحة 401,524. العملية الثانية كذلك ما داروش أصفار وخطأوا في عملية الجمع. إذا النتيجة صحيحة 432,352. طيب التمرين الثالث، ضع علامة صحيح أمام صحيح وخاطئ أمام خاطئ. 2018 في 150 تساوي 300,2700، 894 في 498 تساوي 212,544.
478 في 952 تساوي 455056. اللي صحيح نديره صحيح، واللي خطأ نديره خطأ. طيب العملية الأولى صحيحة، نتيجة صحيحة. العملية الثانية نتيجة خاطئة، إذن الثانية خاطئة. والعملية الثالثة صحيحة، إذن عملية واحدة خاطئة اللي هي الثانية، العملية الثانية. طيب حضر الحفل الغنائي 2874 متفرج، ثمن التذكرة الواحدة 120 دينار جزائري. ما هي حصيلة الحفل؟ ما هي المبلغ الإجمالي تاع الحفل؟ مثل هذه العملية سهل، هي عملية الضرب. نضرب عدد الحاضرين المتفرجين اللي هو 200 ولا 2874 في 120 دينار جزائري للتذكرة الواحدة، نوزع الاثنان والأصفار والواحد، إذا راح نصيب 344,880 دينار جزائري، المبلغ الإجمالي تاع الحفل. بارك الله لي ولكم. طيب نمر كذلك لحلول ولا تصحيح كتاب النشاطات في نفس الدرس. الضرب في عدد مكون من 3 أرقام. أتمرن، أوجد الأخطاء المرتكبة في كل حساب ثم صحيحها. عندك 869 في 307، الخطأ أنه ما داروش الأصفار هنا، الصفر ما ضربوهش وقيلة ما داروه. المهم أنا كان أخطاء، لاحظ الله أعلم نفس الخطأ فيهم في 3 ما داروش الأصفار، الصفر الأول ومن بعد صفرين لأنه عندنا 3 أرقام. 8069 في 307 راح ننسبه 266783، إذا النتيجة اللي مديرينها في الكتاب خاطئة. كذلك الثانية 1238 في 508 راح ننسبه 628904، كذلك النتيجة لم خاطئين فيها في الكتاب. الثالثة 429 في 365 راح ينصيبه 156585، إذن هذه النتيجة الصحيحة مع التصحيح، والأصفار ما داروهمش في الكتاب. أهم شيء في الضرب في عدد في 3 أرقام أنه نديره صفر ثم صفرين وهكذا. طيب 80 ثاني، انقل على كراسك ثم ضع العمليات في كل حالة وأنجزها. 1830 في 623، 3008 في 103، 2018 في 209، 111 في 111. راح نشوف الحل تاع هذه العمليات، عملية عادية نديرها عموديا ونحلها. 1830 في 623 تعطيني 646674 كما راكم تشوفوا. 3008 في 103 راح نصيبوا 309824. 2018 في 209 راح نصيبوا 421762. 111 في 111 راح نصيبوا 12321 كما راكم تشوفوا. طيب ثالثا، يوجد في بستان 209 شجرة تفاح، 209 شجرة تفاح، يتوقع صاحبه أن يكون الإنتاج المتوسط للشجرة الواحدة، شجرة الواحدة هو 125 كيلوغرام للشجرة الواحدة، ما هي كتلة الإنتاج المتوقع؟ سهل، ما هي كتلة الإنتاج المتوقع؟ عندك 209 شجرة نضربها في 125 تاع الشجرة الواحدة، أنصيبه 26125. إذن يتوقع أن تنتج هذه الأشجار كلها تنتج 26125 كيلوغرام من التفاح، من التفاح. طيب اللي بعده، طلب صاحب مكتبة بالجملة، مكتبة يبيع بالجملة 458 علبة، في كل علبة 150 قلم، ما هو عدد الأقلام؟ نفس الشيء، إذن عدد العلب اللي هو 458 علبة نضربوها في عدد الأقلام في العلبة الواحدة اللي هو 150، راح ننصيبه وما ننساوش الصفر ثم صفرين، راح ننصيبه 687000 قلم، إذا العدد الإجمالي تاع الأقلام 687000 قلم. طيب أبحث، يصنع أمين مجسمات كبيرة باستعمال مكعبات صغيرة دون ترك فراغات كما راكم تشوفوا، كبير وصغير. ما هو عدد المكعبات التي استعملها أمين لصنع المجسم المقابل؟ ما هو عدد المكعبات اللازمة لصنع مجسم يتكون من 9 مكعبات في الارتفاع، 8 مكعبات في الطول، و5 في العرض؟
أوجد كل المجسمات التي يمكن الحصول عليها باستعمال 80 مكعب صغير. طيب، عدد المكعبات التي استعملها أمين هو 90 مكعب، الطول في العرض في الارتفاع 6×3×95. عدد المكعبات اللازمة لصنع مجسم من 9 مكعبات في الارتفاع و8 في الطول و5 في العرض هو 360 مكعب، الطول في العرض في الارتفاع 8×5×9 تعطينا 360. باستعمال 80 مكعب أحصل على المجسمات الآتية: 8×5×2 80، 20×2×2 80، 4×5×4 80، 4×2×10. إذن الطول والارتفاع والعرض 8×5×2، 20×2×2، 4×5×4، 4×2×10، 10×2×4، 10×4×2. هذه هي المجسمات التي أتحصل عليها. طيب، نشوفه في الكتاب الثاني. الكتاب الثاني ممكن نصيبه، ممكن رحين نصيبه حلول، حلول ثانية، حلول ثانية لهذا الحل. نفس الشيء، 20×2×2، 4×5×4، 4×4×5، 10×4×2، 4×2×10، 10×2×4. إذن الطول هو الارتفاع والعرض. في الأخير بارك الله فيكم، لا تبخلوا علينا بإعجاب وجام للفيديو، كذلك الاشتراك في القناة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.